جاء اليوم اعضاء الاتحاد الوطني دكاترة المعطلين باش نقوم بواحد الوقفه نضاليه تعريفيه بملفنا المطلبي. نحن هنا لازيد من 3 سنوات ونحن نناضل في شوارع الرباط مطالبين فقط بحقنا الدستوري وبفتح حوار جدي من اجل حلحله هذا الملف. هذا الملف الذي عطل استمر طويلا لأزيد من 3 سنوات. نطالب من السيد المسؤول أن يفتح الحوار مع هؤلاء الكفاءات التي تناضل في مدينة الرباط، وسنناضل لأزيد. نحن لن نمل ولن نعي من نضالاتنا، سنستمر لأكثر من هذا. نطالب من السيد الوزير الذي خرجاته الإعلامية الذي قال بأنه سينفتح عن طلب الدكاترة من أجل التدريس من أجل سد الخصاص الموجود في الجامعة. وأنا هنا أتوجه بسؤالي إلى السيد الوزير من خلال هذه المنابر الإعلامية، كيف يمكنكم من هم أكثر كفاءة ومن هم أحق بالتدريس تدريس في الجامعة؟ هل الدكاترة الذين حصلوا على شهادة الدكتوراة أم الدكاترة أم الطلبة الباحثين الذين لا يزالون يدرسون في الجامعة؟ نريد حلولا معقولة ومنصفة لهؤلاء الأكفاء الذين يحملون أعلى شهادة تمنحها الدولة. نحن الدكاترة المعطلين في شوارع الرباط وصمة عار على هذه الحكومة. جئنا اليوم كدكاترة إلى مدينة الرباط، بالضبط نزلنا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كائن بحسان اللي رفع شعارات حقوقية، شعارات اجتماعية أمام مسامع معالي وزير التعليم العالي المراوي اللي نسمعه مرة أخرى أننا كدكاترة معطلين نحتاج إلى حل جذري، إلى حل واقعي، إلى حل حقيقي لملف الدكاترة. الدكاترة ككل في المغرب وخصوصا الدكاترة المعطلين، على وزير التعليم العالي أن يعي أن حل هذا الملف أضحى ضرورة، أضحى عملية أساسية لا جدال فيها. المنطق ديال التسويف، المنطق ديال مرور الوقت، المنطق ديال دابا يحياو ما بقاش واكل. ضروري خصو ينزل عند هاد الدكاترة باش يشوفوا شنو هو الحل المنصف للجميع. نحن الآن هنا للمطالبة بشيئين، أولا جبر الضرر من الإقصاء الذي يعني لحقنا منذ هذه السنوات، يعني أغلبنا يعني تخرج من الجامعات وناقش أطروحته دون أن تتاح له فرصة اجتياز المباريات، وبالتالي نطالب بجبر الضرر الذي لحقنا. الشيء الثاني هو أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يكون هناك تكافؤ في اجتياز المباريات لكي ومن كان الأكفاء فله ذلك، لكن قبل ذلك يجب أن يعني نجبر أو تجبر الجهات التي تسببت لنا في هذا الإقصاء الضرر الذي لحقنا وسبب لنا الكثير من المعاناة النفسية والاجتماعية ويعني في مختلف المجالات. احتجينا واحتجينا هو الوزارة نحن تنسيقية الإنصاف للأطر العليا المعطلة بالمغرب. جئنا اليوم امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد سنه من نزول الميداني وبعد المراسلات، وهاد الناس ما بغاوش يتجاوبوا معنا. هاد المسؤولين ديالنا ورسلنا لهم الرساله من اجل المطلب ديالنا العادل للمشروع، الا هو الادماج في الوظيفه العموميه. حنا بغينا غير الحق في العيش، الحق في الوظيفه، يعني الحق في الكرامه، الحق في الادماج المباشر اللي سدوا علينا جميع الابواب. لحد الساعه حنا كندقوا الابواب باش يفتحوا لنا الابواب. لحد الساعه لا كاين لا باب الحوار ولا هم يحزنون، سدين في وجهنا جميع الابواب. حنا لحد الساعه كنطلبوهم باش يلقاو لنا حلول عادله ومنصفه، الا هو الادماج المباشر، باش يتهناو حنا ويتهناو هما. حنا بغينا هاد المسؤولين يتجاوبوا معنا تجاوب ايجابي ماشي سلبي. راه عم النضال ما بقى لنا فين نزيدوا. وقراو قراو حتى عياو ولحوهم يترموا، هضروا لينا على التغيير، على ملف وقضيه.